السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان، كنتم لاباس عليكم، أتمنى تكونوا بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم جبتكم واحد البرنامج للناس اللي كيعانيو من مشكلة ديال ضعف الصوت في التليفون في الهاتف. لما الضعف ديال التليفون مثلا كتسمع شي فيديو ولا موسيقى ما كيسمع لك شي قوي، أو لما كتعمل فونيس لي زيكوتور في ودنك التليفون ما كيعطيكش واحد القوة في الصوت والجودة، فهمتي؟ هاد البرنامج هذا غادي يعطيك الصوت مزيان مزيان بزاف. ما عليكم الا تتبعوا الطريقة اللي غنعملها هنا، وعن انستالين بلاي ستور. الخدمة ديالو سهلة، كتعطي اوتوريزاسيون مي كيتانستالا، كيطلب لك اوتوريزاسيون كتاكتيفيها صافي، وكيخدم الراسو اوتوماتيكومون. نكتبو بوستر، هاو كيما كتشوفو الاخوان، بوستر فوليم بوستر. هذا كتكليك عليه كتانستاليه، ملي كتانستاليه كتكليك عليه هايدا، ملي كتكليك عليه كيعطيك اوتوريزاسيون، من بعد كيطلع لك هاد الفيتشر هادي، هاهي بارامتر هادي كتكون مهبطة هايدا حتى للاخر. انت هنا كتزيدها بيدك هيدا على حسب الصوت اللي بغيتي، من الاحسن زيد غير النص ماشي مكمول باش ما يسمك لك شي ودنك ويجي الصوت قوي. هيدا وكترجع من الوسطاني، ما تخرجش من الوسطاني باش كيبقى خدام. وما عليك تدخل اي فيديو اي حاجة غادي يعطيك الصوت صافي صافي وقوي بزاف. انا عسمعكم واحد الطريف انتم ما تشوفوه. On YouTube, I catch the eye of my ideal customers at the right time. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان، كيف انتم؟ لاباس عليكم بخير. اليوم جيت نوريكم واحد انا كيفما كتشوفوا الإخوان، هذا هو البرنامج اللي قلتكم. وبالنسبة للصوت راه عاطيني الصوت مزيان بزاف، الصوت صراحة الصوت واعر، هو عندي متفاعل دابا وما كتشوفوه الفوق مكتوبة فوليم بوستر جود، هو مفعل. يعني الصراحة الصراحة الصوت قوي بزاف كيعطيك، يعني ما تبقاش تعاني من ديك المشكلة ديال ضعف الصوت. الإخوان اللي باقي ما مشتركش في القناة، عندنا هنا يشترك بوطون حمراء لتحت، ويتكي على لايك يعني جيم، ويتكي على ديك الجرس تا هو يأكتيفي يفعلو باش يبقى يوصلكم جديد دائما. تحية كبيرة، مخاكم نور الدين تيتي، والسلام عليكم، وكنشكركم بزاف بزاف كاملين.